ما تنساوش تضغطوا على الزر الأحمر وهو زر الاشتراك باش تشاركوا في القناة، وطبعا تضغطوا على هذا الجرس باش يلحقكم كل جديد من شهيوات أو وصفات الشيف حليمة. وإلا عجبكم طبعا الفيديو خليوا لي واحد لايك. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نقدم لكم طريقة ديال تنظيف ديال الدجاج. واحد الأخت طلبتها مني، والصراحة تعطلت عليها بزاف. كنت درت الفيديو ديال تنظيف الدجاج ولكن للأسف مشى ليا هذاك الشيء باش تعطلت شوية، وكنعتذر بزاف حيت ديما مسكينة كتكتب ليا باش ندير الطريقة ديال التنظيف. المهم دابا غادي نبداو في الطريقة ديال التنظيف ونبداو في المكونات. كنحتاجو لهنايا الدجاج باش كنبغيو ننظفوه، كيكون المكون الرئيسي كنحتاجو هنايا هذا عصير الحامض او الليمون، وحتى الا كان عندكم داك الرنج الصراحة هو مزيان بزاف كيزول هذيك الزفورة ديال الدجاج وما كتبقاش. هذاك حتى هو كيكون صراحة اللي كيكون عنده هذا الرنج هو مزيان بزاف للدجاج. وكنحتاجو الزنجبيل وكنحتاج الملحة. انا دابا قبل ما هاد الدجاجة هادي غادي نضيفها في زعما في الماولة هذا، غادي نحكها بالملح كيف كتشوفوا باش يزول ليها هذاك الريش. الا كنتو كتشوفوا داك الريش اللي كيكون رقيق بحال ما هكذا، كنحكها بالملح هي الاولى بحال ما هكذا باش هذاك الريش الرقيق هو اللي كيزول قبل ما كنقربوا نديروا ليها الماء. حنا كنحكوها بحال ما هكذا بهاد الملح، وملي كيطلع لينا حتى الريش بحال ما هكذا كنحاول نزولوه بحال ما هكذا كيف كتشوفوا. انا غادي نتبع هاد الملح هذا على هاد الدجاجه كامله حتى غنزول هاد الريش هذا اللي تيكون فيها بحال ما هكذا كيف كتشوفوا. كنحاول نديرو بحال عمليه دائريه باش هذاك الريش كيزول لينا ونفس الوقت كيطلع لينا الفوق، وكنزولو كتجينا الطريقه سهله باش كنزولوه وما كيبقاش لينا. غادي نتبعها كامله حتى غنزول ليها هذا الريش كامل كتشوفوا بحال ما هكذا. كيف كتشوفوا من بعد كندير ليها المرحله الاولى كنغسلها ملي كنحكها مزيان بهاد الملحه كنغسلها. عاوتاني غادي ندير المرحله الثانيه كنضيف الملح فوق هاد الحامض عفوا بحال ما هكذا كيف كتشوفوا، وكنبقى نحك بها بحال ما هكذا الدجاج الجيده ديالي هذا كتشوفوا بحال ما هكذا بحال ما هكذا. الدجاج الصراحه الا ما كناش كنغسلوه مزيان من الاول كنغسلوه ونحكوه ونديروا ليه بحال ما هكذا الحامض وهذا وكنديروا ليه الزنجبيل اللي تغسل مزيان حتى ما كتبقاش فيه ديك الزفوره، ونقيوه من الشوائب ومن كل شيء. وعاد كنديروه الا كان الدجاج ديما خاصنا الا بغينا مثلا بحال ما هكذا نطيبوه للغد ما خاصناش كي نجيبوه نغسلوه نطيبوه مباشره حيت ما كيجيناش مزيان الصراحه ما كيجيناش لذيذ وكيجينا بحال اللي فيه بحال ما هكذا الزفوره حيت ما كيكونش تقطر لينا مزيان وزال منه داك الدم وكل شيء. خاصنا ديما الدجاج نجيبوه ونغسلوه على بحال ما هكذا بحال قبل ونخليوه حتى تيتسقطر مزيان ليله كامله، وعاد ديك الساعه من الغد كنطيبوه كيجينا بحال ما هكذا لذيذ كتشوفوا بحال ما هكذا. كنحكها هكذا كامله، وهاد العمليه تقدروا الا ما كنتوش غادي تزولوا بحال ما هكذا الجلده كتزولوا الجلده بلا ما ديروا هاد العمليه هادي ديال من الفوق بحال ما هكذا صافي، وكتغسلوه من الداخل عادي وتقطعوه وتحكوه بالملح مزيان ديروا عليه العصير ديال الحامض وديروا عليه الزنجبيل. دابا الا كان مثلا عندكم هنا راكم كتعرفوا كتحيدوا ديك الكبده هكذا ديك القنصه كتزولوا كاع هذاك القلب وكتحيدوا هذاك
هذيك تتزولوها كتحطوها على جنب كتغسلوهم حتى هما، وكتزولوا هذاك الشيء اللي كيكون هنايا ديك بحال الريقه، وهذاك كتزولوه من تحت الضلوع وكل شيء صافي. وكتزولوا هذه كتقطعوها بحال ما هكذا كتشوفوا، شوفوا بحال ما هكذا كنلوحوها. وكنزولوا هذا اللي كيكون عندنا هنا كيف كتشوفوا، هذا اللي كيكون بحال ها هو هذا، ضروري كتنتبهوا ليه كتزولوه الا كنتو واضحه في الصوره. هذا كنزولوه حتى هو بحال ما هكذا، كنزولوا هاد الشحوم كامله اللي كتكون هنايا اللي كتكون لينا داخله في العمق في الجناب ديال الجلده. كتشوفوا بحال ما هكذا غادي نزول هاد الجليده اللي كتكون الفوق زايده في هذا في ديال العنق، كنزولوها بحال ما هكذا صافي. وكنبقاو كننقيو هاد الشحوم هادي اللي كتشوفوها كتكون هنايا، هادي نحاولوا نقيوها كامله بحال ما هكذا كنتبعوها. تنزولوها كامله هاد الشحمه هادي، وكنحاولوا كنزولوا كنحكوا بحال ما هكذا بالملحه كيف كتشوفوا، وكنزولوا ديك الماده اللي كتكون بحال ما هكذا ما بين هاد ديك الماده اللزجه كتكون بحال ما هكا ما بين هاد الجلده هادي ديال الدجاج كتشوفوا بحال ما هكذا، باش كنحصلوا على واحد النتيجه اللي كترضينا. والدجاج كيبغي شويه بحال ما هكذا الخاطر، قد ما درتو معاه الخاطر ونقيتوه مزيان ونظفتوه وحكيتوه بهذا قد ما كيجينا حتى لذيذ الا طيبناه، ما كيبغيش هو مثلا بحال ما كتجيبيه كتزربيه عليه بالغسيل وهذا صراحه ما كيجيش لذيذ، حيت هو شويه كيكون مجهد في ديك الزفره ديالو، ضروري كيبغي الوقت باش نرقدوه بحال ما هكذا كيف كتشوفوا حتى تنظفوها كامله صافي. عاود وكننظفوا حتى من جهه هاد البلايص هادو، الا كانت بحال مثلا هنايا الشحوم كاين اللي كتكون الدجاجه الا كانت مثلا كبيره كيكون هنا الشحوم بزاف، كنحاولوا هذيك الشحمه حتى هي نزولوها، وكنحاولوا نحكوا الملحه ما بين هاد البلايص هادو باش واحد الماده كتكون لينا بحال ما هكذا لزجه كتكون لينا بحال ما هكذا واحد سميتو كتكون كتلصق، هذيك حتى هي خاصه ضروري نزولوها ما تبقاش حتى هي الصراحه خايبه كتطلق لنا واحد المذاق خايب. هنحاولوا بحال ما هكذا كيف كتشوفوا، كنتمنى يكون وصلت لكم الفكره، كنتمنى اللي طلبوني على هاد تنظيف الدجاج حتى هما يكونوا استفدوا المبتدئات. وراه كنقرا التعاليق ديالكم اللي طلباتني على شي حاجه، ان شاء الله غادي ننزل اي وصفه طلباتها مني شي سيده. كتشوفوا غنزول هاد البلايص هادو حتى هما كيكون فيهم الريش هنا بزاف، غادي نحاول نزولو صافي ونحطو هنايا الدجاج حتى من الداخل كيف كتشوفوا بهذا الملح والحامض مزيان كتشوفوا بحال ما هكذا هاد البلايص هادو كيف كتشوفوا بعد ما غسلتها من داك الملح وهذاك الحامض وزولت منها كاع هذوك الشوائب كيف كتشوفوا كتولي ليا نقيه، غادي نضيف عليها بحال ما هكذا الملح كتشوفوا راه هكذا من الداخل نحكها مزيان عاود كتشوفوا بحال ما هكذا هاد البلاصه هذه اللي جيت العمق كنحكها مزيان عاود صافي، وكنرش عاود بالزنجبيل. تقدروا ديروا هاد الزنجبيل هذا، الصراحه انا كنستعمل حتى الزنجبيل الطري كيجي جد رائع بزاف كنشدو تنبشرو
وكنخلطو مع عصير الليمون وكنحكو الدجاج كنرقدو به كيجي لذيذ لذيذ بواحد الشكل عجيب. انا ما متوفرش عندي وكندير درت هذا الزنجبيل بودره صافي. وغادي نضيف عصير الحامض بحال ما هكذا الوسط ديما ما نساوش بحال ما هكذا كيف كتشوفوا. نحاول نحكها شويه باش كيدخل ليا هذاك الحامض والزنجبيل باش كتزول لي هذيك الزفوره، ونفس الوقت حتى ملي كنطيبوها كتجينا الصراحه لذيذه كيف كتشوفوا هكذا بحال ما هكذا صافي. وانا غادي نخليها بحال ما هكذا في مدوره على هذا سميتو الصدر، وغادي نخليها ترقد ليا تقريبا على المهم الوقت اللي بغيتو. تقدروا تخليوها حتى مثلا الا درتوها بحال ما هكذا في الصباح حتى ديك مثلا 3 4 تقدروا تغسلوه الا كان عندكم الدجاج بالكثره كاع. هذاك قد ما هو رقاد الدجاج قد ما كيجي الصراحه لذيذ وكتزول منه ديك الزفوره صافي. وغادي نكمل معكم ان شاء الله الوصفه الطريقه ديال الغسيل عفوا. كيف كتشوفوا بعد ما خليتهم انا واحد بحال ما هكذا خليتهم تقريبا واحد 3 ديال السوايع حتى تيزول منهم هذا كيف كتشوفوا الماء كيطلع هذوك الشوائب كامله. كنصفيها الماء بحال ما هكذا وكنغسل حقا ملي كنكون كان ملي كنرقدهم حتى تندير فيهم حتى هاد النص هاد الحامض اللي كنكونوا كنعصروا به بحال ما هكذا كندخلوه بحال ما هكذا وسطهم باش كيبقى كيطلق لي كيطلق فينو. دابا غادي نغسلهم مزيان كما كتشوفوا نزيد تنظفهم بحال ما هكذا. غادي نشللها مزيان حتى نحس بها بلا صافي مابقاش فيها داك السكنجبير الزنجبيل كيف كتشوفوا هكذا. كيف كتشوفوا بعد ما غسلتهم مزيان صافي شللتهم كان نزول منهم كيزولوا ديك الشوائب وكاع اي حاجه كتبقى فيه ديك كاع الشوائب اللي فيه كنحصلوا عليه بحال ما هكذا. كتكون الجلده كيف كتكونوا نقيه بزاف كيحيد منها الريش كلشي هنايا عاود كتكون نظيف كيحيد لينا داك الشحوم ديك الماده اللي كتكون بحال ما هكذا كتكون كتلصق لزيجه صافي. وكنخليه بحال ما هكذا تيتصفى وكنديروه فواحد اكياس بلاستيكيه وكنوضعوه في المجمد حتى كنبغيو نطهيوه صافي. وكنجبدوه وكنلقاوه مقاد زعما ناضي وهذا صافي. وكنتمنى هذا طريقه الغسل او تنظيف الدجاج ديالي تعجبكم وتنال الرضا ديالكم وبالصحه والراحه.